على لف المدينة، لفت معه فانوسي بصت عين حزينة، هوى الجناين يا ولا لف المدينة، لفت معه فانوسي بصت عين حزينة، هوى الجناين والميسة وبصت عينيا، زي ما روحنا يا ولا زي ما جينا، هوى الجناين يا ولا هوى الجناين، جمعنا وحيدة ولا عن البنان، لفت على جناحنا كل المصاري، ولا غرب المغرب وراك يا ابو شعر سايل، بحضر نجوم عليك يا واد بسطة ورسايل، هم غرب المغرب وراك يا ابو شعر سايل، بحضر نجوم عليك يا واد بسطة ورسايل، بعت لك مواوي الغازلها من جروحي، ولا انت سائل يا ولا انت سائل، هوى الجناين يا ولا هوى الجناين، جمعت وحيد يا ولا حضر البنان، لفت على بحرين أمل من نجيبة، هم دبل البسمة اللي فيه شفة حبيبك، ياللي عينيك بحرين أمل من نجيبك، هم دبل البسمة اللي فيه شفة حبيبك، ده بتقولوا يا ولا بحر الليالي، يا خوفي لغرق يا ولا والمي نسيبك، هوى الجناين يا ولا هوى الجناين، جمعتنا وحل يا ولا وقضم البنان، لفت عليك اعتبروا الموضوع منتهي. خلاص بس يخلص من الزيطة والزنبليطة دي هيمضي لكم العقد على طول. مال عيب ده انا رجب. جاهز العقد والشيك يا ابراهيم. كله جاهز تحت امره. روح دلوقتي وخلصوا من الزيطة والزنبليطة دي وهاتوا. هيا نخلص ونطمن. ايه اللمة دي؟ روح. اتفضلك يا استاذ. هنا يا استاذ. بس. كفاية كفاية يا مدموزلة. كفاية كفاية. الحبر خلص. انا معايا قلم اهو. خليه للحفلة الجاية. اتفضل. لا مؤاخذة. اهلا. اتأخرت عليكم؟ لا ابدا. اتفضل. العربية مستنية. متشكر. ده انت كنت عظيم خالص يا استاذ. متشكر خالص. اتفضلوا. اتفضل.
استاذ نبيل، استاذ نبيل، استاذ نبيل. ايه يا سي رجب؟ العقد اهو. هات هات يا استاذ نبيل. ما بلاش استاذ دي عليها هانم. هات. ميرسي. اقدم لكم الاستاذ نبيل مجدي المطرب المعروف. حق ملكيش حق يا عليا، وده عايز تعريف؟ ما احنا لسه شايفينه في التلفزيون. مش قوي يا استاذ. كنت هايل يا استاذ. متشكر. هوا الجناين يا ولا هوا الجناين. ايه ده يا سعاد؟ مش تقوم تسلمي على الاستاذ؟ هو في ست تقف لراجل؟ مش بطال. ليه يا شيخة؟ على مين؟ على مين على مين على مين على مين يا سيد الحلوين؟ مالك يا ليلى؟ مش قادرة يا أختي، مش قادرة. ليه مش قادرة؟ الست سعاد مالها؟ الجاية تبيع المية بحارة السقايين. انتوا شفتوا السمكة اللي بترقص على الحاف؟ لا لا. طيب تعالى لما اوريها لكم. والله ولا في صحتك. في صحتك. سمكة غالية أوي. مفيش حاجة تغلى عليك أبدا. للدرجة دي أنا غالي عنك؟ يا سلام، دي سيرتك ليا تكلم الدنيا بحالها. متشكر أوي عليها هانم. ما بلاش هانم دي بقى. حاضر حاضر يا ست علي. ميرسي. ميرسي. السمكة طلعت ايه؟ ايه؟ شعب لاتين. ايه قلة الذوق دي؟ تعزموا الناس في بيوتكم وتسيبوهم لوحديهم؟ ولا من شاف احبابه نسي اصحابه يا ست علي؟ احنا معتبرينك في بيتك يا ست سعاد. وانت يا استاذ اللي كلك احساس. افندم. افرض ان الحكاية دي فاتتها، مش كنت لازم تنبهها؟ انا اسف لاني ما حسيتش بوجود حضرتك. ما حسيتش؟ ساعتك البلاتين كام يا استاذ؟ الله، جرت حاجة يا سعاد؟ انت سكرتي؟ ايوه سكرت، وغرقت مع السمكة العايمة اللي بترقص على الحاج. لا ده انت زودتيها قوي. زودتها؟ طب ما تزعليش يا ستي، بكرة الاستاذ يعمل لك غنو. عليا يا عليا يا ام عيون عسليه. زي ما اتعمل لك زمان. سعاد يا سعاد يا اللي ولعتي الفؤاد. ما تتلمي يا اختي وتخليها تفوت على خير. واذا ما تلمتش؟ بس بس يا ليلى سيبيها في حالها، دي متفلفله معذوره هتموت في غيظها. اتغاظ؟ اتغاظ من ايه؟ ما انا برضه سعاد هانم. ده كان زمان يا روحي. اللي راح راح يا قلبي. اقول لكم ايه؟ الكحكة في ايد اليتيم عجبة. طحي فلفل شطة. اتفضل يا استاذ. على فين؟ هنوصلك مطرح ما انت عايز. اطلع اطلع، مش احسن اللي خلصناك من الدوشة دي؟ زمانها حميت قوي. اطلع انت خالي. يلا. طيب اديني خارجه يا ست عليا، ان ما وريتك ما يبقاش اسمي سعاد ابدا. ما
بس 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 هنا. انت ساكن هنا يا استاذ؟ لا ده بيت والدتي، اصلي اتعودت كل يوم وانا مروح افوت اسلم عليها وابوس ايدها وهي تدعي لي. ما تتاخرش. حاضر. احنا مستنيين طبعا. تاخرت ليه يا ابني؟ شغلتنا عليك. اصل يا نينا اصل ايه وفصل ايه؟ كنت زمان تخلص الحفله من دول وتيجي جاري على هنا. ايه بس اللي جرالك؟ مفيش حاجه ابدا. مفيش حاجه مفيش حاجه. بس يا ابني انا قلبي ما بقاش يستحمل بعد حادثه المرحوم اخوك. على العموم ربنا يوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا نينا. امال فين هدى؟ يا كبدي علي انا فضلت قاعده مستنياك لحد دلوقتي، لحد الاكل ما برد شالته وراحت تسخنه لك تاني. معلش انا هروح اشوفها. هو بعينه. انا زعلان. زعلانه ليه بقى؟ لازم الحفله ما عجبتكيش. لا بالعكس دي كانت هايله خالص. امال زعلانه ليه؟ اصلك ما بقتش زي الاول، اتغيرت. اتغيرت؟ انا اتغيرت في ايه؟ وشي زي ما هو اهو 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 اهو. هو ايه ده؟ قصدك تقولي انت اللي اتغيرتي. اتغيرت في ايه؟ طبعا احنا وينا وكبرنا وبقينا حلوين وعالي العال واستوينا يا جميل. ولا الشقاوه الله، تعالى كل الفرخه المستويه دي. والله ربنا يخليكي ليا يا بنت خالي ولا يحرمنيش منك ابدا. خدي ده انا جعان ميت يا قمر. انت عارفه انا احب السدر واحب الورك واحب الكبده والقناصه، احب كل الحاجات دي. يلا بسرعه. ده طعمها لذيذ قوي. يا خدي كل السدر ده. ياه اصلا في جماعه تحت بيستنوني. الله كنت الله بقى لازم انزل. لازم انزل بحبك. لا مجنون. معلش بقى طب. معلش يا بنت الله يخليك. عشان خطي عشان طب هات اهو. طيب يلا عشان حر عمتي دي. طب بس بقى بس ونام معايا. لا والله والله ما اقدر. وحياتي عندي وحياتي عندي. يا خبر. لا ماما بره وبتستناني كمان وعندي ناس. معلش يا نينا مضطر انزل دلوقتي. يا عيني يا ابني حتى اللقمه مش عارف تتهنى عليها. ما قلت لك يا نينا سيبي البيت ده وتيجي تعيشي معايا، رفضتي. ما رحت قعدت عندك يومين، لا حد خبط عليا ولا حد جالي من الجيران ادردش معاه. انا هنا وسط احبابي ومعارفي. يعني مبسوطة كده؟ الحمد لله مبسوطة طول ما انت مبسوط يعني. الله يطول عمرك يعني. تصبح على خير. ربنا معك يا ابني. Thank you.
الحمد لله على السلامة. سعاد هاني، ايه اللي جابك هنا؟ دخلتي ازاي؟ زي كل الناس من الباب طبعا. باب ايه وباب ايه؟ ايه اللي دخلك؟ سحر العيون، ورد الخدود، سمارك الخمري، الفلجة الحلوة اللي في وسط اللول المستخبي ورا الشفتين دول. مش تقولي اهلا وسهلا؟ اهلا ايه وسهلا ايه؟ انت لازم تخرجي حالا. هي دي الطريقة اللي بتقابل بيها الضيوف بتوعك يا بلبل؟ ما تقعديش، قومي، انت لازم تلبسي هدومك وتروحي حالا. لا انا مستريحة هنا. طيب ايه هتعمل ايه؟ هطلب لك البوليس. انت بتهوشني. اطلب. هتقول له ايه؟ هقول له انك حراميه. هيقبض عليك انت. ليه بقى؟ سرقت منك ايه؟ سرقت مني قلبي. يا ساتر يا رب، مفيش فايده، لازم اطلبه حالا. قوي النبي، اطلبه عشان تبقى فضيحه والجرايد تكتبها بكره. انا عايزه كده. أعوذ بالله. يعني كويس كده الجيران هيحسوا بينا ويشوفونا. وماله، بكرة هيشوفونا كتير. يا ست اعتقيني، اعملي معروف. مش قادرة. يعني خلصك أدوس على قلبي؟ أنا ما شفتش كده أبدا، أعوذ بالله. ولسه يا ما هتشوف. هشوف إيه؟ السمكة اللي بترقص على الحب. أنا مش قادر أصدق اللي يشوفك هنا كده ما يقولش أبدا إن أنت اللي كنت عند علي هانم. ده حركات هبقى أعلمها لك. مش عايز أتعلمها. بلاش، أنا هجيب لك سمكة تمشي بالبنزين عندي. أنا مش زي علي، مش هفضحك بين الناس. انت ازاي تتعرف بناس محدثين زي دول؟ انا مضطر، الفنان لازم يحب الناس ويجاملهم. على حسب كرامته. اعوذ بالله، وهو الفنان حيلته حاجة غير كرامته؟ حيلتك الصوت الحلو، حيلتك الشكل الحلو، حيلتك الاواني الحلو. انا هبني لك سمكة وافرشها لك بالحرير والارض. انا مش عايز حاجه. هي صوابعك زي بعضها. جربني كده، خلينا اجيب لك وانت تشوف. مش عايز حد يجيب لي حاجه، فني هو اللي هيجيب لي كل شيء. انا هوصلك للسعاده. فني هو اللي هيوصلني. هفرش لك طريق المجد بالفضل، هفرشهولك بالأموال، فلوسي، عماراتي، حياتي، تحت أمرك. جربني كده، أنا كل تحت أمرك. أنا والفن والناس مش عارف اتاخر كده ليه؟ لازم من كتر الشغل. واحنا هنفضل قاعدين كده يا سي رجب؟ لا مش اسمه كلام ده. عن اذنكم لما اعمل له تليفون. العقد الناس هيضربوني. ايه لسه هتلبس؟ طب بسرعة وحياتك. مش قول
قلت لكم مشغول، مشغول جدا، مشغول. يعني ايه مش جاي؟ مسافة ما يلبس. عيب. ده انا رجب. الحمد لله اللي لقيتك. اتفضل. اتفضل ايه؟ ايه ده؟ مفاتيح العربية. عربية ايه؟ العربية بتاعتك. العربية بتاعتي جوه الجراج. لا دي عربية جديدة تليق بيك. متشكر قوي. من فضلك لازم تسيبيني في حالي، عندي مواعيد مهمة جدا ورايح عندي عقد دلوقتي. العقد اللي تمضيه وانت راكب عربية كبيرة غير العقد اللي تمضيه وانت راكب عربية صغيرة. وبعدين معاكي بقى. ولا قبلين، الدنيا مظاهر وفلوسي وفلوسك واحد وكله سلف ودين. تعال تعال. هو في فرق بيني وبينك؟ ما خلاص بقى اركب اركب. نفسي اشوفك وانت بتسوق. انت مش بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق طبعا، لكن بس انت عارفه. ما بسش، خد سوق عشان تلحق تمضي العقد وانا مستنياك فوق. بس ما تتاخرش. امري لله. أنا فيهم اللي بيدورها. أهو. يا ستي هاني تعالي هنا، أنت رايحة فين؟ الحمام مقفول. طب روحي اعمل لي كوباية شاي. ولا مية حتى. استاذ منبه عليا ما دخلش حد هنا ابدا. بس هو مديني ميعاد هنا. خلي الماعز في حته تانية. ارجوكي ما تقطعيش عيشي. لو خرجت هيتقطع عيشك. متشكرين قوي يا استاذ نبيل. يا سيدي العفو، ده واجب علينا وانت عارف كلنا في خدمتكم دايما. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه. اتفضل. مع السلامه. عليكم السلام. وأجرة المسخين يا أستاذ؟ أنا هدفعها من جيبي، دي حفلة خيرية ولازم كلنا نساهم فيها يا رجب. مش كفاية أنت هتغني بلاش؟ يا أخي اللي بيزرع الخير بيلاقيه خير. أنت هتجنني. ليه بقى؟ ساعات لك فصول بايخة وساعات لك فصول كويسة. أنت قصدك تقول إيه يا رجب؟ زي امبارح، اتنين ستات خدوك مني وسبتني زي الطرطور مع الناس. طيب انا بجامل الناس وانت ايه اللي مزعلان؟ زعلان عليك، زعلان على مستقبلك. انت بنيت اسمك بالعرق والدموع وسهر الليالي، اسمك اصبح كبير حرام تضيعه. عندك حق. على فكرة خد الساعة دي. ايه دي؟ عشان الكلمتين الحلوين اللي قلتهم لك؟ لا انا عايزك ترجعها لاصحابها. والعنوان اهو. يا عيني عليك، مش قلت لك؟ مش قلت لك لك فصول تجنن؟ انا هتجنن، مش عارفه ليه رجعها. لازم سعاد لعبت لعبتها. سعاد هي لحقت؟ دي صاروخ وحياتك. حتى لو كانت صاروخ شافته فين؟ في المنام؟ مش معقول مش معقول. اصلك انت اللي على نياتك، دي حربايه. الو الو مين؟
دي سيرة الحرباية أم متلون طلعت لنا في التليفون. تعالي يا أختي كلمي. تعالي ألو. أهلا سعاد. آسفة على إيه؟ لا لا أبدا وحياتي، أنت خرجتي من هنا ونبيل رجع من هنا. آه صحيح وحياتك، مش عيب تحلفي بحياتك كده؟ لأنه كان معاي وألفنا الغنوة سوا ولحناها سوا وغنيناها سوا كوبلي كوبلي دويت وحياتك. وبتكدبي كمان؟ روحي يا شاطرة دوريلك على مطرب يكون على قدك. باي باي. الحرباية تجيب. ايه وصل الصاروخ للعمر؟ يا مالكسي اخليه يفرقع وتبقى وقعته سحر. مش قلتلك دي فرحانه وشمتانه وبتتريق عليا كمان، بتقولي دوريلك يا شاطره على مطرب يكون على قدك. اه يا ماريا انا مش هسكت ابدا، انا هدور على مطرب يكون احسن منه. وهنجيبه منين؟ منين منين منين؟ من تحت تقاطيع الارض افصله تفصيل عند الخياطه. خياطة ايه وطرز ايه؟ ده انا اجيب اي مطرب واعمل له دعاية وحفلات واصرف عليه لغاية ما اسمه يكبر ويمحي اسامي كل المطربين. والله فكرة. لازم نشوف لنا مطرب يجي منه ويكون طيب وابن حلال. انا اعرف واحد بس ابن حلال دي ما اضمنهاش. هو مين؟ هو ما فيش غيره. يا أستاذ ده أنت فنان عظيم، إيه الروعة دي؟ المقطوعة دي اسمها إيه؟ يا هانم دي موصولة مش مقطوعة. يا هانم أنا أسطول من الطرب، بلابل من النغم. يا حياتي مش كل من قال أنا مطرب بقى مطرب. طبعاً المطربون أربعة قال الأصمعي عن الزمخشري، مطرب تسمع ومطرب كالكعة ومطرب لا تسمع ومطرب لا تستحي أن تصفع. وأنا مش ممكن أكون من الأخير ده. ده أنت فنان عظيم. شفت الإعجاب؟ صوت صفير البلبل. الله يا قلبي سامي. يا سلام يا أستاذ، حاجة عظيمة خالص. صوتك هايل. لسه ما انطلقتش. المستقبل قدامك إن شاء الله. يا سلام يا أستاذ، ده أنت بتضرب على الوتر الحساس بشكل. عشان انت حساسة نماسة. مجنونات. لا مؤاخذة يا أستاذ، ده إعجاب. اهدى يا سهير، مش عيب. تفضل تفضل يا أستاذ. ملك ومالهم دول فقط يحصبون ما يقدروش الفن. تعال روح أنا وإنت نقعد هناك نتكلم كلمتين. هنتكلم في صميم الموسيقى؟ طبعا طبعا. طيب دول نلفزونك. ما تزعلش، دول بيهزروا. بيهزروا. أستاذ سامي. أفندم. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي تفضلي. أنت تعرف ده المطرب اللي اسمه نبيل مجدي؟ أيوة أعرفه، وده مش مطرب ده مطيرب. إزاي؟ وأنا اللي اديته هذا اللقب. كان في حفلة غنائية كبرى اعتذرت عن إحيائها،
لأن حواجبي كانت بتاكلني فأحياها المذكور أعلى. طب أسألك سؤال تجاوبني بصراحة؟ أنا صريح جدا اتفضلي. مين أحسن صوتك أما صوته؟ يا لطيف يا لطيف يا صوته بالنسبة لصوتي أنا صوت كورس، بدليل إني أنا مأمن على صوتي ب50,000 جنيه وهو مأمن على صويته ب5 قروش فقط لا غير. أمال الشهرة اللي واخدها دي كلها إيه؟ حظ؟ أيوة أنا منكرش ده حظ صحيح، إنما ده جنب الحظ في هذا من البروباغندا زي الجرائد مجلات زيطة زنبليطة. طب لو أنت اتعمل لك كل ده تقدر تضربه؟ إلا أضربه، ده أنا هسحقه سحقا محقا، مش هو بس بل جميع المطربين هخليهم يتسقطوا أمامي ورقة ورقة. أهو ده اللي نفسي فيه. اتفقنا. اتفقنا على إيه؟ بقولك اتفقنا. يعني هتعملي زيطة وزنبليطة عشاني؟ أكتر من كده. إذن السعد لك والسعد للجمهور وللشعوب. مش عارفة أنا في حلم ولا في علم، من يوم ما دخلت حياتي وأنا حاسة إن الحياة بقت في نظري حاجة تانية خالص. علمتني الكرامة والإحساس اللي ما لقيتهمش أبدا. أنت قلبك طيب أوي يا سعاد، ومركزك عظيم جدا ومعروف وسط الناس، لكن المجتمع ما بيرحمش. لو كل الناس نظرتها للحياة زي نظرتك كان العالم كله عاش في سلام. سيبك من كلام الناس، أنا مستعدة أضحي كل ثروتي بسبيل إني أعيش بقية حياتي جنبك. أنا عارفة إنك أنت عايش في فمك وعايز اسمك يكبر ويكبر، لكن كل ده مش ممكن يجي إلا بالفلوس. يا سعاد صعب قوي إن أي إنسان يعاشر الفنان، لأن الفنان له تصرفاته وله أسلوبه في الحياة غير بقية كل الناس. انت الراجل الوحيد اللي حسيت بضعفي جنبه. شايف ده من واحد كل البلد تعرفه بعظمته وقوته، قدمه لي عشان يتجوزني، ولا ده برضو من واحد أقوى وأعظم، ولا ده ولا دول، لكن محدش قدر يمتلكني غيرك. دول كلهم تحت أمرك، خدهم حقق بيهم أمالك عشان نتجوز نعيش في سلام. انت غلطانه يا سعاد، عمر ما كانت الفلوس بتعمل فن ابدا، الفن هو اللي بيعمل الفلوس. اتفضلي يا عمتي. أنا قلبي متوغوش قوي على نبيل، بقاله جمعتين مجاش. لازم مشغول يا عمتي. بس له عادة يجيلي في اليوم ده الصبح بدري. هو النهاردة إيه؟ عيد الأم، لازم في حاجة. ما تشغليش فكرك يا عمتي،
انا رايحة اشوف. انا تعبان قوي يا سعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ انا هدى. هدى؟ صباح الخير. قوم بقى، احنا بقينا الظهر. الظهر؟ ايه اللي منيمك بالشكل ده؟ كنت الشغل والتعب. خير؟ في حاجة؟ لا لا ابدا، اصل انشغلنا عليك، والنهارده عيد الام. عيد الام؟ يا خبر. الله يكون في عونك. اما اروح بقى اعمل لك كوبايه ينسون عبال ما تلبس. ها؟ يا هدى. هدى؟ سعاد انت جيتي منين؟ من تحت الارض. وتطلع مين هدى دي كمان؟ تطلع بنت خال. وحضرتك تطلعي مين بقى؟ اطلع بنت عم. مفيش في عيلتنا قرايب بالشكل ده. هدى عيب يا هدى، دي سعاد هانم. اصلها اصلها ايه وفصلها ايه؟ بقى حضرتها الست سعاد. اهلا وسهلا، تشرفنا. وجاية تعمل هنا ايه ست سعاد؟ اصلها جاية عشان بديها دروس خصوصية. ما قلتليش انك بتدي دروس خصوصية. وبتكذب ليه يا نبيل؟ مش تقولها الحقيقة؟ ما انا قلتلها اهو. هقولها ايه تاني؟ قول اللي اختشوا ماتوا. وبعدين معاكي بقى يا هدى. ولا قبلين، انا ماشي. ما تنسيش تقولي لنينة، تقولي لها اني جاي وراك على طول، والعطلة دي سببها الشغل والتعب اللي انا فيه. شغل؟ اهو باين اهو. متشكر 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 متشكر. امره يا اساتذه. اساتذه؟ مفيش غير استاذ واحد بس، اكبر مطرب في الشرق. كرسي. كرسي. هات كرسيين يا اتفضل. اتفضل اقعد. وهو معقول اقعد في وجود الاستاذ؟ دي الجماهير كلها بتوقف على رجل واحده لما الاستاذ يقول يا ليل. امروا يا اساتذه، اي خدمه؟ انا عاوز مايو نقشه الزرافه. مايو نقشه الزرافه جدا. نقشه الزرافه؟ والله ما كانش يتعز، لكن انا عندي مجموعه حلوه جدا هتعجب حضرتك. هات المجموعه. حضرها لي. يا محاسن الصدف. اهلا اهلا. ازيك يا سامي؟ الحمد لله. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بشتري مايو. مايو؟ هتنزل البحر في الشتاء؟ لا انا ما بنزلش البحر حتى في الصيف. امال هتشتري مايو ليه؟ انا بشتري المايو علشان البسه في البيت تمرينا لعضلات صوتي، لاني هغني. يا خبر اسود، انت هتغني؟ هغني. هيغني. وفيها ايه؟ اشمعنى انت بتغني يعني؟ يطلع مين حضرته؟ احد المعجبين واحد سكرتاري صوتي. اهلا وسهلا، تشرفنا. انا نقطه
من بحر المعجبين بفن الأستاذ وبصوت الأستاذ وبمجد الأستاذ. إيه ده؟ إيه ده؟ هي وصلت لك؟ إزاي علي يا هانم؟ سيبنا احنا ملناش دعوة بقى علي هانم ولا سني هانم، انما انا عاوز اقوله لك اني ألهمت علشانك لحن لحن، انما صعب صعب بكلمك زميل لزميل صعب، عاوز مجهود وعاوز عرق، عاوزني اقعد معاك 3 ايام بلياليهم تتمرن، ربما انا ما اضمنش، ربما تنجح ما تنجحش ما اعرف، ده معمول على صورتي انا، فانا هديهولك هخلعه عليك. أنا بقول إن ممكن نتقابل في وقت تاني، لأني على موعد مع العائلة ولازم أروح البيت الكبير دلوقتي. العائلة. السلام عليكم. مع السلامة. متشكر جدا. مع السلامة. ألف شكر. مع السلامة. متشكر. العائلة. العائلة الكريمة يا سيء الحظ. يا مسكين. فين المايوهات؟ هاتوا لنا المايوهات. المايوه يا زعل البيه يعجب حضرتك؟ ده مايو علشان جين مانشل مش عشاني انا. عجبك يا نينا؟ الله عاش من جاب. بس انت مزعلني يا نبيل. ليه بقى؟ هي هدى قالت لك حاجه؟ ايوه. قالت لك ايه؟ قالت لي انها لقت عندك موسيقيين وطول النهار تسجيلات ومشغول قوي. طب وبعدين؟ مش تريح نفسك شوية يا ابني؟ لازم يا نينا، الحقيقة الأيام دي أنا تعبت نفسي قوي. ها، وجبت الهدى إيه بقى؟ جبت لها الفستان الجميل ده، ولسه كمان هاخدها معايا عشان أقيس لها بقية الفساتين. ربنا ما يحرمناش منك ومن مجايبك يا ابني. ايه ده يا هدى؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ علشان اعجب. تعجبي مين؟ ده انا كنت اقطم رقبتك. ايه؟ وغيري ما اهتمتش رقبتهم ليه؟ غيرك ما بيهمونيش، لكن انت تهميني. ليه يا شيخ؟ ومن امتى الكلام ده؟ من كل وقت. امشي غيري الهدوم اللي انت لابساها دي. مش ماشيه. بقول لك امشي لحسن اخلي نهارك ده ما يفوتش على خير ابدا. اخذي الشيطان يا هدى وروحي من وشه دلوقتي. ايه ده يا نبيل؟ انت بتعامل هدى كده ليه؟ يعني ما انت شايفاها عامله ايه؟ جابت الفستان ده منين؟ بعتوا المكواجي غلط. ولنفرض بعتوا المكواجي غلط، تلبسه ولا ترجعه له؟ نفسها تفرحك وتوريك انها كبرت وحلوت. ما تزودهاش بقى، دي يتيمه وملهاش حد، لازم تصالحها. يا هدى، يوه هدى تعالي يا بنتي ما تنبحيش صوتي. الله الله الله، انت بتعيطي يا هدى؟ اما انك عبيطه صحيح، حد يزعل من نبيل؟ ده راجل البيت واحنا لينا مين غيره. يلا يلا اتصالحوا بقى ما تزعلونيش. شفت ازاي بقيت حلوة؟ شفت جمالك نطق ازاي؟ الورد الحلو مش عايز تزويق لان ربنا خلقه حلو، اما الورد الاصطناعي مهما يزوقوا فيه عمره ابدا ما هيبقى ورد طبيعي. يا هدى، الطبيعة حلوة حلوة عشان ما فيهاش غش، كلها صدق. ده نبيل بيحبك يا هدى وبيخاف على مصلحتك. يلا يلا بص راسها يا نبيل. يا سلام يا نينا، بس كده؟ غالي والطلب رخيص. لا لا خلاص مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ والعيون الحلوة دي لما الدموع تنزل منها وترغرغ يبقى مفيش حاجة؟ ايه؟ والخدود الحلوة دي اللي الحمار هيطق منها اما تهبل يبقى مفيش حاجة؟ اضحكي بقى اضحكي بقى. يلا يلا يلا، عن اذنك يا نينا انا هاخد هدى النهاردة وفسحها وشممها الهواء. اسمعي لي؟ يلا. اهو كده. يا ما نفسي يا نبيل يا ابني اطمن وافرح بيكم قبل ما اموت.
وبس يا حلاوتنا انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت وبس، نفرح فرحين ونعيش عمرين ولا تخلص ابدا شمعتنا، انا وانت وبس يا حلاوتنا يا حلاوتنا. انا وانت وبس الهوى خدنا وعدنا قريب يسعدنا، تجمعنا الشوق وسرح بينا ومشينا مشينا وبعدنا، نفرح فرحين ونعيش عمرين ولا تخلص ابدا شمعتنا، انا وانت وبس يا حلاوتنا يا حلاوتنا. هنعيش العمر البعضينا نشبك ايامنا ولالينا، وتقولي واقول لك يا حبيبي وانا وانت وبس لوحدينا، نفرح فرحين ونعيش عمرين ولا تخلص ابدا شمعتنا، انا وانت وبس يا حلاوتنا يا حلاوتنا. وحياة الحب اللي جمعنا من بعد البعد ما نوعنا، لو تم اللي في بالي وبالك الدنيا بحالها ما هتسعنا، وحياة الحب اللي جمعنا من بعد البعد ما نوعنا، لو تم اللي في بالي وبالك الدنيا بحالها ما هتسعنا، نفرح فرحين ونعيش عمرين ولا تخلص ابدا شمعتنا، انا وانت وبس يا حلاوتنا يا حلاوتنا. الحمد لله. قول لي ايه هتعمل ايه في العادين بتوع السينما دول؟ مش هتمضيهم؟ يا رجب لازم اشوف السيناريو ولازم اقرا الموضوع واعيش فيه اشوف ايه احساساته. يا سيدي امضي الاول وبعدين شوف السيناريو والاحساسات. الحاجات دي ما تمشيش مع مبادئ، انا راجل ليها مبادئ. مبادئ؟ ايوه. بكره ياخدوا سيسامي سيناترا ده يمضيهم وياخدوا الدور بدالك. ما تبصليش، الحكايه بقت فاته. اي واحد بيمثل بيغني الليله سيسامي سيناترا عنده حفله. عشرين يوم خصم.
لما بدا يتسنى امان امان. رجلي مش يا ابنك يا رجلي يا دموعي. ده معقول ده جمهوري قدر الطرب؟ ده معقول؟ معلش معلش يا استاذ حصل الخير. معلش كل ده خير امال الشر فين؟ اقعد خلي الدكتور يكشف عليك. حاضر. يا دكتور خد نفس بألم. ألم؟ اديني ألم، ما عنديش ألم. انهج انهج انهج. غريبة، أنا مش سامع دقات قلب أبدا. يا خبر. لا لا ما تخضوش يا جماعة. في إيه؟ الدكتور حاطط السماعة بتاعته على المحفظة بتاعتي. إيه ده يا أخي؟ قول أقول بس مفيش مزيكا يا دكتور. يا سيدي بقول لك قول انت مصمم؟ ايوه مصمم. طيب انا عاشق وشفت غير. بس كفايه، مفيش حاجه والحمد لله. انا هكتب لك روشته دلوقتي وخلاص. مفيش اي حاجه ابدا. ابدا صوتي سليم الحمد لله. كتر خيرك يا دكتور، الحقوا التليفونات اللي عماله ترن دول. المعجبات المعجبات. الو سعاد، اهلا وسهلا. اهنيك يا ست بالنجاح، بس كنت عايزه اسالك، ما تعرفيش سعر البيض والطماطم كام؟ انت بتتريقي عليا؟ ايش عرفني انا بسعر البيض والطماطم والكلام الفارغ بتاعك ده؟ معلش يا اختي، يعيش وياخد غيرها. مع السلامة. سارح في ايه؟ بقول لك سارح في ايه؟ في الدنيا. هو في دنيا غيري؟ ايوه. هي مين؟ دنيا الفن. خضتني. ليه بقى؟ ده انا كنت اموت. معلش كلنا هنموت، وهو في حد واخد منها حاجة؟ أنا خدتك أنت، أنت روحي، ما أقدرش أعيش من غيرك، أنت نور حياتي، أنت حياتي يا حياتي. يلا يلا. بدري قوي. ايه النشاط ده كله؟ ما تخلي عني. ويرضيني اتعبك؟ انا احب ارتبهم بنفسي. ربنا يسعدك ويعدلها لك بابن الحلال. والله عاد هزلت صورة سامي بالجرنان وبيقولوا عليه بطل الموسم. وريني يا سيدي. لو كنا واخدين بالنا من مصلحتنا كويس
ما كناش ادينا الفرصة للسامي يعمل حفلات ويكتبوا عنه في الجرنان. تضحك؟ تضحك على ايه؟ بضحك على ايه؟ اصلك انت شفت الصورة لكن ما قريتش مكتوب ايه تحتيها. مكتوب ايه؟ شوف يا سيدي، حفلة الموسم، احيا الفنان الذي قهر المحيط بفنه والمطرب المتطور اولى حفلاته الغنائية، فقابله الجمهور بعاصفة كبيرة من السخرية وقذفوه بالكراسي واستهلك على وجهه عدد كبير جدا من البيض والطماطم. والله العظيم مكتوب كده يا خبري. واجتمع جميع التجار وفكروا سريعا في حل لهذه الأزمة التي نتجت من أو انتوا ما حضرتوش حفلتي الغنائية الكبرى بتاعت امبارح؟ لا ولا سمعنا عنها حتى. نص عمركوا راح. صح، راح فين؟ ده مكتوب في الجرنان انضربت بالبيض والطماطم وكراسي. ده من شدة الطرب والانبساط الجمهور ما كانش عارف يعمل ايه فعمل العملة المهببة دي. على كل حال الكراسي والبيض انا بعتبرهم او سمة شرف، وانتم متغاظين ليه؟ ده الاستاذ سامي حيفضل دايما متربع على قمة الانغام والالحان. عندك حق، صلح ضربة الكرسي بتاعت امبارح. حاضر. يسمح لي الموسيقار العزيز استأذن واقوم عشان عندي ميعاد مهم جدا. ايوه اسمح لك تقوم، بس عاوز احتفظ بريري عشان اسمعه وصلة غنائية بتاعت امبارح. انا في عرضك. اقعد، دي فرصة العمر. يا سلام. يا عيني. ايوه يا عيني يا عيني. بص بص، يا سلام طيران طيران. استنى استنى، عندك ايه ده؟ حوشو حوشو، ايه ده يا ناس؟ ما حدش يفهم نغم، ما حدش يفهم طرب. استنى امسك سميح، امسكه امسك سميح. استنى ايه ده يا هدى؟ عايز تقول ايه؟ مش هتقدر تنكر ريحتها مالية الأوضة، شعرها اهو على السرير. عايز اديلك اللي بتديهولك، مش ممكن تاخدك مني. انت اتجننتي؟ انت اللي جننتني وجبرتني اعمل كده. اعمالك وتصرفاتك حيسوقوا سمعة العيلة وسمعتي معاك. ضحك عليك الشيطان وسحبك معاه. انت اللي عايز كده، انت اللي عايز كده. بس البسي هدوم. ماشي فيها ما حدش مشي فيها وكسب. انا عايزاك تمشي في شكة السلامة، عايزة افرح بيك. انت ابن عمتي من لحمي ودمي. كفاية يا هدى، انا صحيح غلطت بس حصل لها غلطتي.
يتمتع. انا مدياله اسم مهما يلف اخرته ليا. ما تتعبوش نفسكم، افهموا بقى. أظن لما هنتجوز هتبقى تسيبني لوحدي تيجي تسهر هنا، مش كده؟ نعم نعم، انت هتتشكري عليا من دلوقتي؟ أديني بقول لك أهو قبل ما نكتب الكتاب. وده معقول أسيبك لوحدك؟ في حد في الدنيا يسيب الهوا النظيف النقي ويجي يقعد هنا في الكتمة والدخان ده؟ الحلو ماله؟ سايق دلاله، أصل زعلان مننا مش عايز حبنا. بلاش اسطوانات انت وهي من فضلك، وبلاش رغي. على ليت الشباب يعود يوما. بتتحسر على ايه؟ ما انت كنت زي واحسن، وبكره يبقى زيك واميل. بصحتك يا متطور يا فالقهم يا كايدهم. بصحتك يا هستر مصر فويس. احسن ان احنا نهرب من هنا حالا، لان سعد سامي نطره موجود هنا، هو لو شافنا هيمسكنا. هو عين حد الصبح. جرسون حسابي. شامبانيا يا روحي. ايوه اشربوا شامبانيا، اشربوا اشربوا. بصي كمان كمان. اشربي اشرب. اليوم خمر وغدا امره. استنى اولى روحت. ما طبعا معذور معذور يا عزيزتي، مطرب صغير زي ما انت شعب مع مطرب كبير في حته واحده. لحد دلوقتي مش تقولي قبل اهلا وسهلا؟ هي دي الطريقه اللي بتقابلني بيها يا سوسو؟ ليك حق، ما بقتش تسال فيا، مشغول بدنيا جديده. دنيا جديده؟ ما هو ده حال الدنيا. انت رجعت لي العربيه والمفاتيح ليه؟ علشان مش لازماني. انت مش بتقولي ان تهمك مصلحتي؟ دي مصلحتي. مصلحتك انك تبيع الانسانه اللي حطت املاكها وحياتها تحت امرك وباعت الدنيا كلها علشانك؟ ده كان طريق مش سليم. دلوقتي انا فقت وصحيت. انت فاكر ان دي مساله سهله ان ابعد عنك؟ والله في ايدينا نخليها سهله وفي ايدينا نخليها صعبه. ازاي بقى؟ نبقى اخوات. اخوات؟ ايوه. وهو في احسن من الاخوات؟ لا مفيش. معاك حق، ربنا يوفقك ويهنيك. متشكر. ويهون عليك ان اختك تروح بعد نص الليل، ما تستاهلش انك توصلها. Thank you.
اديني وصلتك اهو، وتصبحي على خير بقى. يا قلبك القاسي يا اخي، ما خلاص بقينا اخوان. خايف من ايه؟ على الاقل وصلني لغايه الباب. ما انا خايف اوصلك لغايه الباب، وبعدين الباب يوصلني لغايه الصالون، وانا عندي شغل بكره مهم جدا ولازم اصحى بدري. انا يخلصني، ما هو برضو انا اختك. الحقني الحقني يا نبيل، حقق. اسمعي بقى اما اقولك، انا عارف الحركات بتاعتك دي. حركات؟ اخس عليك، ربنا وحده هو اللي عالم باللي بيا. قصدك مش حاسس باللي فيا؟ رجليا مش قادره تشيلني، حرام عليك. انا حقق. اي اي حاسه بايه؟ حاسه بايه؟ الدنيا بتلف بيا، طلعني فوق ارجوك ارجوك بسرعه. مفيش داعي مفيش داعي. لا لا لا. ايه في ايه؟ تعالى بس، انا مش عايزة اتعبك. اذا كنت انت عايز خليهم فنجالين. انا مش عايز. يبقى خلاص تروح تستريح انت بقى. هاي حاضر. وجودك جنبي. أقوم بقى.
عشان ما تكمل فنجان الشاي؟ ولا خلاص زهقت؟ ابدا. صحيح مفيش احسن من الاخوات. شفت ازاي ختم الكشاف؟ اديني اطمنت عليكي وبقيتي كويسه خلاص. تصبحي على خير. متشكره قوي. مع السلامه. يا اخويا مسكين اختطف بدري ملحقش يتهنى بشبابه الغض. انت متأكد انه هيتجوز؟ الا متأكد، ده بس ايدي ثلاث مرات عشان احيي فرحه. وقبلت؟ لا رفضت. رفضت بقى؟ عشان انا مركزي ما يسمحليش اغني ابدا فافرح. امال بتغني في مياتم؟ لا بغني في تلفزيون، في اذاعة، في موفي، سينما، حفلات. مش كفايه كسفتنا؟ كل الناس كانت تقول لك انزل انزل انزل، نسيت؟ ايوه يا ستي حصل، لكن هل انا نزلت؟ لا انضربت. كل الناس تقدر تغني، لكن هل كل الناس تقدر تغني وتنضرب وتستمر في الغناء غيري انا؟ ما يصحش تلغي الحفله دي، انت اتبرعت بيها وجبت الموسيقيين على حسابك، والحفله خيريه. حكاية اني حاسس بصوتي فيه. بلاش حجج بقى، كلها ساعة وهنرجع نكتب الكتاب ونسقي الشباب. يا عيني يا ابني، حتى في يوم فرحك مش قادر تستريح. ما هو الفنان كده يا ست هانم، مش ملك نفسه، ملك الجمهور. يا الساعة 7 اتأخرنا. يلا يا سيدي على الحفلة يلا. Thank you.
ربي. قلبي مقبوض يا بنتي، ايه اللي اخره؟ ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ ما بيحبنيش يا عمتي، ما بيحبنيش. انا عارفة هو راح فين. كايروز الأفلام تفخر بأن تقدم لكم المطرب العاطفي الكبير محرم فؤاد في القصة الواقعية ولدت من جديد. ولدت من جديد قصة فنان عاش لفنه وجمهوره. ولدت من جديد قصة فنان أحب الحياة أنشودة هوى ينشدها على أوتار قلب حنون لتبقى خالدة في قلوب الملايين. ولدت من جديد فيه أروع ما غنى المطرب العاطفي الكبير محرم فؤاد. ولدت من جديد قوي في موضوعه، رائع في تمثيله، عظيم في إخراجه. ولدت من جديد نغمة خالدة ستبقى في ذاكرة الملايين. ولدت من جديد القصة الواقعية النابعة من صميم الحياة والواقع والتي ستعيشون فيها بقلوبكم مع محرم فؤاد. ولدت من جديد قفزة جبارة للسينما العربية. ولدت من جديد سيدهشكم بموضوعه ويثيركم بحوادثه. ولدت من جديد يتألق فيه نخبة نجوم السينما العربية وعلى رأسهم النجم الضاحك عبد السلام النابلسي والفاتنة الساحرة نزهة يونس
بالاشتراك مع الممثلة القديرة نادية حمدي، حسن المليجي، محمد شامل، ميادة، ملك سكر، أطقوطة، لطفي زيني، وعدد كبير من نجوم السينما والتلفزيون. ولدت من جديد أقوى أفلام الموسم. ولدت من جديد مدير التصوير إبراهيم شمات، سيناريو وحوار محمود نصير، إخراج سيد طنطاوي، التوزيع لجميع أنحاء العالم أنطوان كيروز بيروت. ولدت من جديد.